اكتشفت من فترة عندي نوع من أنواع الاكتئاب. متوقعة أنه هي تسألني أسئلة خاصة. حسيت أنه كل نظرتي للحياة اختلفت. بجوز نفاجئ بعضهم بأنه يطلع معنا قصص جديدة مش كتير حكينا فيها. أي أزمة نفسية هي مش شيء بسيط. أنتي استخدمتيه كماسك ولا هو كمان جزء من كاركتيرك؟ بصراحة مع كندا علوش وصبا مبارك غداً 10:00 بتوقيت السعودية على MBC1.